إذا نختم معك أستاذ عبد الرحمن الجولة من الحراك السياسي، وفيها نقرأ: السودان يرفض الملء الأحادي لسد النهضة ويتمسك بتدوير الوساطة. رفض السودان في مفاوضات سد النهضة بكنشاسا أي ملء أحادي لسد النهضة، وشدد على استئناف مفاوضات بصيغة 1+3 بقيادة الاتحاد الأفريقي للوساطة ودعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة. وأكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق أن السودان يشارك في اجتماع لطرح رؤيته والتعبير عن إيمانه بأنه من الممكن توقيع اتفاق ملزم قانونيا إذا كانت هناك إرادة سياسية. وأشارت في كلمتها في الجلسة الوزارية للاجتماع إلى أن السودان ما زال يدعو إلى نهج جديد، ويدعو الاتحاد الأفريقي إلى قيادة جهود الوساطة والتيسير لتجاوز جمود المفاوضات. إذن أستاذ عبد الرحمن، يعني من جديد السودان يرفض الملء الأحادي لسد النهضة، هل تتوقع أن تنجح مفاوضات كنشاسا في إقناع أديس بعدم الملء الأحادي؟ واضح جدا أنهم منذ بدء المفاوضات الحالية والتي استغرقت 11 شهرا، أو منذ بدء المفاوضات حول سد النهضة والتي استغرقت 11 عاما، واضح جدا أن إثيوبيا تراهن على عامل الوقت وأن الوقت يمضي في صالحها وتحسب حساباتها على هذا الأساس. ربما كان الخطأ الأساسي للسودان ومصر أنهم يوم أن وقعوا اتفاق المبادئ مع إثيوبيا في 2015 في الخرطوم، هنا خطأهم الأساسي كان أنهم لم يضمنوا هذا الاتفاق نصا قانونيا يلزم إثيوبيا بوقف إنشاءاتها لحين الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. والأي لذلك مضت إثيوبيا في إنشاءاتها وتتباطأ وتتلكأ في مفاوضاتها، والآن هم يحدثوننا ويقولون أن إنشاءات السد أنجزت بنسبة 79%، لم يتبقى إلا القليل. ليس هذا فحسب، أن إثيوبيا الآن تحدثنا أنها ستمضي إلى الملء الثاني شاء من شاء وأبى من أبى في يوليو القادم، ويحدثوننا أكثر ويقولون أن أغسطس القادم سيشهد توليد الطاقة الكهربائية من السد. والسودان ومصر مضوا إلى كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية يحدهم الأمل في أن إثيوبيا تستجيب، لكن واضح تماما من الأمس أو الأمس أن إثيوبيا ترهن على عامل الوقت. السودان ما زال عندما يدعو إلى وساطة رباعية، طبعا إلى حين تنشيط هذه الوساطة الرباعية ربما تكون إثيوبيا قد مضت إلى هدفها، لكن ربما الذي يبشر ونتمنى أن يكون فعلا بشارة أن تحقيقا مصورا لقناة الجزيرة أثبت أن الإنشاءات المطلوبة للملأ الثاني لم تكتمل بعد، وأنها تحتاج إلى 6 أشهر لحين اكتمالها. فنتمنى أن يكون هذا صحيح، هذا قد يسعفنا. يبدو الآن المجتمع الدولي يلقي بثقله، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أن مصر قد استنفدت كل صبرها ووضح ذلك في تصريح السيسي الأخير الذي قال لا يحسب أن أحد أنه بعيدا عن قدراتنا، ولا يتصور أن أحد أنه يمكن المساس بمياهنا عمن قومي. أستاذ عبد الرحمن، هل تتوقع لهذه المفاوضات أن تحدث تحريك في ملف سد النهضة؟ المفاوضات الحالية نعم لن تحدث تحريكا. إثيوبيا قاعدة تضج البينة لحين أن تصل إلى هدفها، ومن ثم إلى حين أن نعود وتفشل هذه المفاوضات ونبحث عن الوساطة الرباعية تكون إثيوبيا تقترب من هدفها. ما دور الوساطة الرباعية الآن؟ الوساطة الرباعية طبعا محاولة للاستنجاد بالمجتمع الدولي طبعا، لكن المجتمع الدولي نفسه ربما لا يسارع بقدر عجلتنا نحن، ولأجل ذلك نحن الآن قاب قوسين أو أدنى، إثيوبيا مضت وملأت الملأ الثاني، نكون نحن في وعسة من أمرنا. تعلمين سيكون هناك عجز في توليد طاقتنا، سيكون هناك عجز في مياه رينا، ستضرر مصر كثيرا من اندفاع النيل ومياهه نحوها. نعم. الكاتب الصحفي المحلل السياسي الأستاذ عبد الرحمن الأمين، وصلنا للختام، شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا.